بالنسبة لحقن المضاد الحيوي يا دكتور، في أطباء كده ودكاترة بنشوفهم بيقسموا الحقنة على كام دوز. بالظبط. هي دي على فكرة نقطة اقتصادية لصالح المريض. يعني احنا ممكن نقسمها في البيت لا، ما انا هقول لك ازاي. لا دي ليها قواعد. ازاي؟ يعني انا مثلا في حقن مضاد حيوي 1 جرام مثلا بيبقى سعرها مثلا 18 جنيه مثلا، ماشي، والمفروض مكتوبه لطفل ياخد نص جرام كل مره. يعني بتلاقي حقنه بقى اللي هي ال 500 من نفس النوع، بتلاقي الامبول الواحد مثلا ب 15 جنيه. يعني لو اداله 2 هيبقى ب 30 جنيه. طب احسن اديله واحده 1 جرام واقسمها على الاثنين هتبقى ب 18 جنيه، فانا كده وفرت على المريض 12 جنيه. فهو توفيرا على المريض الاطباء بتلجأ احيانا لتقسيم حقن المضاد الحيوي. يعني يقول له مثلا الحقنه دي 1 جرام حلها في 4 سم واديها 2 سم كل 12 ساعه، يعني نص جرام كل 12 ساعه. هي نفس الفعاليه بتاعه ان هو ياخد النص جرام كده كامله لوحدها. فهي نقطه اقتصاديه لصالح المريض. الطبيب لما بيقسم بيبقى حاطط في دماغه تيسير على المريض. تمام. وده يشكر عليها الاطباء. بس مش كل حقن بقى بتتقسم، دي ليها قواعد. ايه قواعد؟ اول حاجه ماده الاموكسيسيلين او زي الاموكس مثلا او الفولوموكس او الايبوكوسيلين اللي هي ماده الامبسيلين، الحاجات دي المفروض، وبرده اليونكتام واليوناسين، ماده السلبكتام مع السلبكتام زي اليونكتام والسلبن والامبكتام والنوفاكتام، الحاجات دي واليوناسين، الحاجات دي بعد ساعه بس المفروض نستعملها في خلال ساعه ما بعد حلناها. يعني هي المفروض حقنه بودره، بعد ما بتتحل في خلال ساعه المفروض تستعمل، ما ينفعش نعينها لبالليل او بعد 12 ساعه لانها خلاص صلاحيتها بتكون انتهت. يعني الحقن دي المفروض خلال ساعه واحده من تحضيرها ما نستعملهاش. في ناس بقى تقول طب انا اقسمها اوفر لي. لا، انت لو حضرتك قسمتها النص التاني اللي في الحقنه بيكون باظ خلاص او ملوش لازمه. فالحل ايه بقى؟ انك تاخد كل واحده بتركيزها 375 لاقل من سنتين على حسب بقى ما الطبيب كاتب. يعني الجرعات الصغيره بنستعملها دايركت، ما ينفعش تتقسم. يبقى الحقن دي اليوناسين يونكتام الكلام ده او الفولوموكس الايموكس الامبسيلين ده ممنوع التقسيم فيها. الحقنه بتتاخد على مره وخلاص. طيب في ماده تانية اسمها السفرادين زي الفيلوسيف، زي السفرادين برضو بالاسم كده. السفرادين ده بتستعمل في خلال ساعتين من تحضيرها. طيب نص الحقنة التاني ممكن نعينه؟ ممكن. اوكي ماشي هتستعمله، بس بيفضل لازم يتم حفظه في التلاجة، ويستعمل في خلال 24 ساعة. ممكن بقى تقسمه عادي على مرتين على ثلاثة على حسب ما الطبيب كاتب، بس بيفضل 24 ساعة طول ما هي محفوظة في التلاجة. يعني بتقعد بره التلاجة ساعتين وجوه التلاجة يوم كامل. في السيفوبرازون، دي المفروض دي اكتر المواد اللي بتدينا حرية في التقسيم، بتفضل ثابته فتره طويله جدا. السيفوبرازون دي زي سيفوزون وسيفازون وسيفوبيد، دي من اشهر انواع المضادات الحيويه. دي بتستعمل في خلال 24 ساعه لو اتحطت بره الثلاجه. يعني المفروض بره الثلاجه 24 ساعه ما يحصلهاش حاجه. لو درجه حراره اقل من 25. طيب لو حفظت في الثلاجه ممكن توصل لغايه 5 ايام، يعني تفضل محتفظه بخصائصها 5 ايام كاملين. فماده السيفوبرازون من اكتر المواد اللي بتدي لنا حريه في التقسيم. في مادتين تانيين بقى اخر حاجه، السيفوتاكزيم زي السيفوتاكس وكلافوران، او السيفاترياكسون زي زوراكسون وسيفاكزون وايبيسيفين. الحاجات دي بتحتفظ لو اتحطت في الثلاجه من 2 ل 8 درجه مئويه، بتقعد 24 ساعه بعد ما بنحلها ممكن نقسمها عادي براحتنا خالص، اللي هي ماده السيفاترياكسون او السيفوتاكسيم. حلو قوي.